لا لا وزر. ايش الوزر؟ فيش ملجأ. كلا لا وزر الى ربك يومئذ. اذا ايش الوزر؟ ايش الوزر؟ الملجأ. والوزر هو الاسم. بس ليش بس انو اسم؟ ثقيل ثقيل، لانه الاوزار فيه الاحمال الثقيلة. الاوزار فيه الاحمال الثقيلة. طب والانسان ممكن يحمل، الانسان ممكن بعض الناس يحملوا اثام ثقيلة. شو اسمها هاي؟ اوزار. اوزار. والوزير ليش سمي وزير؟ لانه بيحمل هموم الامة. بيعمل هموم الامة. الله يعني انا مو وزر. هذول اللي بيحملوا هموم الامة هذول ماتوا. الوزراء اللي بيحملوا هموم الامة ماتوا حتى يسموا، نسميهم وزراء. ولذلك موسى شو كان يريد؟ وزيرا، يعني يشاركوا في الامر. مش هيك؟ وزير يحمل معاه، يعني يحمل معاه الحمل. الحمل. ويبدو انه في علاقة طبعا بين الوزر والوزر. ايش العلاقة؟ هو اصلا الوزر الملجأ، وغالبا الملجأ اللي كانوا زمان يلجأوا له الجبال والكهوف اللي في الجبال مشان تحميه. ما هو كيف بده يهرب؟ يهرب وين؟ أمك عجباله. الوزر هذا الملجأ، والجبل في حد ذاته عشان بيحمي وثقيل المشيك في الحس. فبالتالي يبدو في نسب مع الوزر اللي هو الثقل، واللي بيعني حسب شو هو الوزر. هل هو حمل مادي يعني، ولا هو اسم كبير ينوء به الانسان وضميره لانه ثقيل، او يوم القيامة مش بيجوا حاملين اوزارهم يوم القيامة ايضا؟ ايش الاوزار يعني؟ شو تفهموا من الاوزار؟ معناته الاثام الثقيلة. ايش تضع الحرب اوزارها؟ ما هو ظرف الحرب كل شيء فيه ثقيل، في الجانب الاقتصادي، في تدمير، في التدمير اللي بيحصل، في القتل اللي بيحصل، في الآثام اللي بتحصل، لأنه لا تخلو الحروب من إيش؟ من آثام مرات.